أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فيديو جديد أخيراً بعد انقطاع طويل عن اليوتيوب، جيناكم فيديو جديد في ظل الحظر في سلطنة عمان والإغلاق التام، ما نقدر نطلع من البيت، عشان كذا سويت لكم هذا الفيديو. وفيديو اليوم راح أقلل في مهارات اللاعب البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان نيمار، فخليكم متابعين. بس لحظة يا جماعة الخير، ترى أنا بس أقلد مهاراته في الفريستايل، ما أقارن نفسي بنيمار عشان محبين نيمار ما يزعلوا علينا، زين؟ فراح أقلد مهاراته وعادة حكمه، من اللي سوى المهارات أفضل، أنا ولا نيمار؟ فخلونا نشوف. خلونا نشوف المهارة الأولى لنيمار. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، خلونا نجربها. الحركة الثانية خلونا نشوفها مع بعض. الله الله، بضبطها إن شاء الله، بضبطها. إيزي يا حبيبي. المهارة رقم ثلاثة، خلونا نشوفها مع بعض. أوه كورتير كورتير، حلوة 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 حلوة، نحتاج كرة ثانية. المهارة الرابعة خلونا نشوفها. بمنديل الحمام وانتم بكرامة. هذا المنديل، على فكرة يا جماعة الخير، أنا هذه المهارة أول سويتها، أنا بسويها الحين، عندي فيديو سويتها وأنا لابس الدشداشة العمانية، فشوفوا كيف سويت المهارات بالمنديل اللي هو ورق الحمام وانتم بكرامة، فمتابعة ممتعة. حركات كثير يسويها نيمار بالاراوند ذا وورلد، بحاول الخصها حالكم في فيديو واحد اجمع فيه اغلب الحركات اللي يسويها نيمار، باذن الله احطيها يعني فيديو اقلد مهارته، راح اجمع لكم كل هذه المهارات في كذا كومبو واحد، مجموعه حركات وحده تستمتعوا فيها. هذه نيمار يسويهن بس بأشكال مختلفة، على سبيل المثال كذا مثلا وكذا، أي شيء من هذا القبيل أقدر أسويه. الحركة الأخيرة في هذا الفيديو راح تكون مهارة مع شوتة على المرمى، طبعا أنا سويت هذا الفيديو سابقا تقليد لمهارة نيمار اللي سوى نفس الحركة ولكن الكرة ما دخلت في المرمى، فخليكم أول شيء تشوفوا فيديو نيمار وبعدها تشوفوا الفيديو مالي، متابعة. We'll be right back.
أوبا. طبعا كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو. مثل ما شفتوا قلبت بعض المهارات، قد أكون وفقت في بعضها وممكن بعضها تشوفوا أني ما سويتها زي ما لو شرايكم أنتوا تحسون كلهم ضابطنهم. المهم حطوا تعليقاتكم في التعليقات، وفي الختام لا تنسوا تعملوا سبسكرايب عشان يكبر العدد في القناة وتكبر هذه العائلة، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم إشعار لكل جديد وتكونوا من أوائل الناس اللي يشوفوا الفيديوهات. وأيضا لا تنسوا اللايك والكومنت، لأن تعليقاتكم جدا تحفزني أني أستمر. شكرا لكم وأشوفكم على خير.